السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في درس جديد من دروس تعليم البرامج الهندسية. هذا الشرح سيكون بعنوان طريقة عمل الأبواب والشبابيك الأوتوماتيكية مثل برنامج الريفيت والأرشيكات، وهذا على برنامج الأوتوكاد. قمت بتقسيم هذا الدرس إلى جزئين، الجزء الأول خاص بالأبواب والجزء الثاني خاص بالشبابيك. نبدأ بالجزء الأول، كيفية عمل الأبواب الأوتوماتيكية مثل برنامج الريفيت والأرشيكات. يعني نقوم بعمل تكبير، تصغير، تدوير، فتحت في الجدران. كل هذه الخصائص تكون بشكل أوتوماتيكي لكن على برنامج أوتوكاد. نتيجة الدرس تكون كالتالي: سوف نتحصل على هذا الباب، أضغط عليه مرتين، تلاحظ أنه عبارة عن بلوك تحت اسم زاد لكن به مجموعة من الخصائص، فلنكتشف هذه الخصائص. أقوم بعمل إنسات لهذا الباب، إنسات، أوكي، أقوم بوضعه هنا. تلاحظون أول ميزة لهذا الباب هو عمل فتحات بشكل أوتوماتيكي على الجدار. أختاره مجددا وأذهب إلى الخاصية الثالثة. تلاحظون هذا السهم من هنا، أقوم بسحبه إلى هنا. تلاحظون يتم عمل تكبير له بشكل أوتوماتيكي، كذلك يمكن عمل تصغير له بشكل أوتوماتيكي هكذا. كذلك أختار هذا البلوك، كليك يمين، أقوم بعمل ريزات بلوك، سيتم إرجاعه إلى حالته الديفولت. ننتقل إلى الميزة الثالثة لهذا البلوك أو هذا الباب، أختاره من هنا. تلاحظون وجود سهمين، الأول والثاني، أضغط على الأول. تلاحظون تم عمل فليب له باتجاه اليسار، أختاره مجددا، أضغط هنا. تلاحظون تم عمل فليب له باتجاه اليمين، كذلك أختاره. أنتقل إلى هذا السهم، أضغط عليه. تلاحظون تم عمل فليب له بالأسفل، أختاره مجددا، أضغط هنا. تلاحظون تم عمل فليب في الاتجاه العلوي. أنتقل إلى الميزة الأخيرة، أقوم بعمل إنسات لهذا الباب، أوكي، وأقوم بوضعه هنا. تلاحظون تم عمل ميلان له بشكل أوتوماتيك، يعني ألاين. فكيف نقوم بهذا النوع من الأبواب؟ أقوم بغلق هذا الملف التجريبي نو، وأقوم بفتح ملف جديد ستارت دروينج. أولا أقوم بتفعيل المود أرثوغونال عن طريق الـ F8، وأقوم بعمل بولي لاين إنتر. أقوم برسم الباب من هنا إلى هنا، مثلا 0.84، يعني مجرد أبعاد فقط. هنا كذلك 0.84، إنتر إنتر. بعد ذلك أقوم بعمل هذا القوس، وذلك عن طريق الذهاب إلى أرك ستار أند دايركشن، النقطة الأولى، النقطة الثانية، وأقوم بسحبه إلى هنا. بعد ذلك أذهب لعمل الفريم الخاص بهذا الباب، وذلك عن طريق ريكتانجل البيز بوينت من هنا، وأقوم بعمل أروباس. أقوم بإدخال القيم في الاتجاه السالب، ناقص 0.05 في ناقص 0.1 إنت. بعد ذلك أقوم بعمل الجزء الخاص بالجدار أو الذي يلتصق بالجدار. سنقوم بتطبيق هذا الباب على الجدران ذات السمك 0.2 متر، يعني 20 سنتيمتر. لدينا هنا 10 سنتيمتر، سنقوم بإكمال 10 سنتيمتر الناقص لاين من هنا إلى هنا 0.1 إنتر إنتر. بعد ذلك أقوم بعمل ميرور لهذا الجزء M I إنتر، أختار هذا الجزء وأقوم بعمل ميرور له من خلال المنتصف. الآن أتممنا، عفوا، كنترول زد M I إنتر، أختار هذا الجزء، أختار المنتصف، أقوم بسحبه للأعلى، أختار من هنا ناو، ثم أقوم بحذف هذا الجزء. بما أنه عبارة عن بولي لاين، أقوم بالضغط على كنترول حتى أختار الضلع الذي أريد أن أقوم بعمل ديليت له، أختار هذا الضلع ديليت، أوكي. بعد ذلك أقوم بعمل الجزء الذي يقوم بتغطية الجدار، يعني عند وضع الباب على الجدار سيتم تغطيته. أقوم بعمل ريكتانجل من هنا إلى هنا بمقدار مثلا 0.007، يعني قمة صغيرة جدا فقط، أتأكد، أوكي. أتي إلى هنا كذلك، أقوم بسحبه كذلك إلى الأسفل بمقدار 0.007 إنتهى، أوكي. بعد ذلك أقوم بعمل وايب أوت لهذا البولي لاين. أتي إلى الكوماند بار، أقوم بعمل وايب أوت إنتر، أختار من هنا البولي لاين، أختار بولي لاين، أختار يس، إيريز بولي لاين، يس. بعد ذلك أقوم بتكرار نفس الأمر، وايب أوت، وذلك عن طريق الضغط على إنتر. هذه المرة أختار فريمز وأختار أوف، يعني أقوم بإخفاء الفريمز. بعد ذلك أختار هذه الأجزاء من هنا،
وهذه الأجزاء وهذين الشكلين، وأتي لهنا أضغط بزر الفأرة الأيمن درو أوردر، أختار برينج تو فرونت. الآن أقوم بعمل بلوك لهذه الأشكال، أقوم بإدخال الأمر ب إنتر. من هنا مثلا أقوم بتسميته دور، أختار البيس بوينت ولتكن هذه النقطة من هنا، ثم أختار الأشكال، جميع هذه الأشكال بما فيها الوايب أوت، إنتر، أوكي. أقوم بتجربته على مالتي لاين، أقوم بعمل مالتي لاين، إنتر، السكيل يساوي سمك الجدار وهو 0.2، إنتر، وأقوم بسحبه إلى هنا، أقوم بعمل إنسرت، دور، أوكي، وأقوم بوضعه هنا. تلاحظون تم عمل فتحة بشكل أوتوماتيك. ملاحظة فقط، أحيانا هذه الأشكال ستظهر أو هذين الخطين المستقيمين سيظهران، فقط نقوم بإدخال الأمر RE Regenerate وأضغط إنتر، ستختفي هذه الجدر. ملاحظة الجدر، هذه الخطوط المستقيمة لن تظهر في عملية الطباعة. أوكي، الآن نذهب إلى هذا الباب ونبدأ بإعطائه مجموعة من الخصائص. أختار الباب، أضغط عليه مرتين، دور، أوكي، ينقلنا مباشرة إلى البلوك إديتور. نبدأ بإعطائه بارامترز، نأتي لهنا البارامتر الأول، أختار بارامتر، أختار لينير، النقطة الأولى من هنا، النقطة الثانية هنا، وأقوم بسحبه إلى الأسفل. لو أتي لهنا تلاحظون لدينا مقبضين خاصين بهذا البارامتر، المقبض الأول والمقبض الثاني، يعني الجريب رقم 1 والجريب رقم 2. أنا فقط أريد أن أقوم بإظهار جريب 1 فقط، أختار هذا البارامتر من هنا وأقوم بإدخال الأمر M أو إنتر. من هنا أختار Number of Grips، أختار من هنا 1. تلاحظون تم إخفاء الجريب الموجود هنا. أقوم بغلق هذه النافذة وأذهب إلى Actions، أختار من هنا Stretch، Select Parameter هو الديستانس، اختار البيس بوينت او النقطة التي سنقوم بعمل ستريتش من خلالها، هذه هي النقطة. بعد ذلك نختار هذه النافذة وهذه المساحة، ونختار بداخلها العناصر التي سنقوم بعمل ستريتش لها، هذه هي العناصر، كذلك الوايب اوت، واضغط اند. تلاحظون تم عمل الاكشن هنا. بعد ذلك أأتي إلى تست بلوك حتى أقوم بتجريب هذا البلوك من هنا، أختاره، تلاحظون ظهور هذا السهم، أقوم بسحبه إلى هنا، تلاحظون هذا الجزء يعمل بشكل صحيح. أأتي إلى كلوز بلوك، تست بلوك عفوا، ثم أأتي إلى هذين الجزئين أقوم بإعطائهما أكشن، أأتي إلى أكشن، من خلال أكشن أعطيهما سكيل، سيلكت بارامتر، ديستانس، select objects الأول والثاني، وأضغط end. تلاحظون تم عمل البارامتر هنا. أقوم بتجربه كذلك، أتي إلى test block من هنا، أختار هذا البلوك وأقوم بسحبه هنا. تلاحظون يتم عمل تكبير كذلك تصغير بشكل صحيح. أتي إلى هنا close test block، وأقوم بحفظ هذا الباب، close block editor، save، أختاره من هنا أو أتي إلى هنا، أقوم بتكبيره مثلا. تلاحظون ظهرت المشكلة التي خبرتكم بها منذ قليل، فقط أتي إلى هنا أقوم بعمل RE إنتر، تلاحظون تم إخفاؤه. أوكي، أختاره كذلك، أقوم بسحبه هنا، تلاحظون تم تصغيره. سأقوم بتجربة عملية الطباعة حتى نتأكد أن هذه الخطوط لن يتم إظهارها. أقوم بعمل Ctrl P، من هنا أختار الطبيعة الافتراضية إلى البيديا، أختار ويندو، أختار هذا الشكل هكذا، Center the plot، Landscape، أوكي، أقوم بحفظه على سطح المكتب، سيف، ننتظر حتى يفتح ملف البي دي اف. تلاحظون تم عمل الباب بشكل صحيح، يعني لم تظهر هذه الخطوط الموجودة أسفل الوايب اوت. أوكي، أقوم بغلق ملف البي دي اف، ار اي،
أقوم بإعطائه ميزة أخرى. هذه الميزة ولتكن الفليب. أختار هذا الباب من هنا، أضغط عليه مرتين، أوكي، وأبدأ بإعطائه بارامتر الفليب. أأتي إلى بارامتر من هنا، أختار فليب. أولا يجب علينا أن نختار المحور، يعني محور الفليب. مثلا لدينا في الأعلى والأسفل من هنا، يعني نختار المنتصف، يعني منتصف هذه القطعة المستقيمة من هنا إلى هنا، يعني هذا هو المحور. أقوم بوضعه هنا فليب سايد. كما ذكرت هذا هو محور الفليب. تلاحظون هذا السهم، يمكن سحبه هنا. أختار السهم وأقوم بوضعه هنا، سأقوم بإلغاء السناب وأقوم بوضعه هنا. أقوم بتفعيل السناب، بعد ذلك أقوم بإعطائه أكشن. أأتي إلى أكشن، أختار من هنا فليب سيلكت بارامتر، هذا هو البارامتر. سيلكت أوبجكت أوبجكت، أختار جميع هذه الأوبجكت، إنتر، كلوز بلوك إديتور، سيف ذا تشينج، أختاره من هنا. تلاحظون تم ظهور السهم، تلاحظون عمل فليب بشكل صحيح، أعلى، أسفل، من هنا كذلك، أختاره، أسفل، أعلى، آر إي، أختاره أسفل، آر إي. تلاحظون تم إخفاء هذه الخطوة. أتي له هنا، أضغط عليه مرتين، أوكي، أقوم بعمل فليب له في اتجاه اليسار واليمين. نفس الشيء، نأتي إلى بارامترز، أختار فليب، هذا هو محور الفليب بالنسبة لليمين واليسار، النقطة الأولى من هنا، النقطة الثانية من هنا، أقوم بوضعه هنا. كما ذكرت هذا هو محور الفليب. كذلك يمكن اختيار هذا السهم وأقوم بسحبه، عفوا، نختار السهم فقط وأقوم بسحبه إلى هنا مثلا. بعد ذلك أقوم بإعطائه أكشن. أتي إلى أكشن، أكشنز، فليب، أختار البارامتر، هذا هو البارامتر، فليب سيت رقم 2، أختاره وأختار الأوبجكت، إنتر، كلوز بلوك إديتور، سيف ذا تشينج، أختاره من هنا، الباب، أقوم بعمل فليب إلى الأعلى، كذلك إلى اليسار، يمين، يسار، كذلك من هنا. تلاحظون تم عمل فليب بشكل صحيح. أختار هذا الجدار وأقوم بسحبه إلى هنا، آر إي، من هنا، 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 يعني تلاحظون يمكن التحكم فيه بطريقة سهلة جدا. أتي إلى هنا، أقوم بإعطائه الأكشن الأخير وهو الألايند، أختاره، أوكي. أأتي إلى الألايند، أختار من هنا الألايند، أختار البيز بوينت، ولتكن نفسها الانسرشن بوينت حتى تسهل علينا العملية. هذه هي النقطة الدايركشن، أقوم بسحبه إلى هنا، كلوز، سيف، أقوم بعمل مالتي لاين، أقوم بإخفاء أو إلغاء المود أورثوغونال وأقوم بسحبه هنا ثم هنا إنتر. بعد ذلك أقوم بعمل إنسرت، إنسرت، تلاحظون من هنا الدور، أوكي، وأقوم بوضعه هنا. تلاحظون تم عمل ألايمنت له بشكل صحيح. كذلك يمكن التحكم في الحجم، حجم الخاص بالباب، أختاره فليب إلى الأسفل، أقوم بتكبير هذا الجدار هكذا مثلا، ثم أختار الباب، أقوم بتصغيره من هنا، فليب إلى الأعلى، إلى اليمين، نفس الشيء أسفل من هنا. كذلك يمكن التحكم في الحجم من هنا، يعني هذه طريقة مفيدة جدا لعمل هذا النوع من الأبواب. ننتقل للجزء الموالي أو الجزء الثاني، والذي سيكون بعنوان طريقة عمل نوافذ يمكن تكبيرها، تصغيرها، تغيير اتجاهها، عمل فتحة في الجدار بشكل أوتوماتيكي على برنامج أوتوكاد. سنستعين بمرجع قمت بتصديره من برنامج الريفيت إلى برنامج أوتوكاد بامتداد DWG. أتي إلى Insert DWG Reference، أختار المرجع، هذا هو المرجع، أضغط Open. تلاحظون هنا أن وحدة المرجع هي المليمتر، لكن أنا سأعمل على المتر، يعني أقوم بتحويله، فقط أضغط على OK. وأتي إلى هنا، أختار سكيل، ثم أقوم بإدخال القيمة هي 0.001، يعني قمت بتقسيمه على 1000،
انتر واختار انسرشن بوينت، اقوم بوضعه هنا ثم اضغط مرتين على عجله الفار ياخذنا مباشره الى النافذه. هذه هي النافذه. الان نبدا بالتاكد ان الابعاد الخاصه بها صحيحه، اقوم بعمل دي اي ال، اضغط انتر من هنا الى هنا. تلاحظون ان السمك الخاص بالنافذه هو 0.2 وهو يساوي سمك الجدار الذي سنعمل عليه. اقوم بحذف البعد، اتي الى هنا وابدا بالرسم، اقوم بدفع المورد اورثوغونال من هنا، اقوم بعمل ريكتانجل من هنا الى هنا، من هنا الى هنا لاين، من هنا الى هنا، ومن هنا الى هنا نفس الشيء لاين، من هنا الى هنا، هنا الى هنا، ومن هنا الى هنا. بعد ذلك اقوم بعمل ميرو لهذا الجزء ام اي، اختار هذا الجزء، اختار المنتصف واقوم بسحبه لاعلى، اضغط نو. الان اقوم بحذف المرجع، هذه النافذه التي سنقوم بالعمل عليها. بعد ذلك نقوم بعمل وايب اوت لهذه النافذه، يعني نقوم بتغطيتها. لماذا نقوم بتغطيتها؟ لاننا احيانا سنعمل على جدران بها تهشير، حيث يقوم هذا الوايب اوت بتغطيه هذا الجدار. اوكي، اتي لهنا اقوم بعمل ريكتانجل من هنا الى هنا بمقدار 0.006 مثلا، يعني مجرد قيمه تقريبيه فقط، الى هنا كذلك 0.006 انت. اتي لهنا الى هذا البوليلاين الخاص بالنافذه، اقوم بعمل اكسبلود له انتر، ثم اتي الى الكوماند بار، اقوم بعمل وايب اوت انتر، اختار بولي لاين، اختار هذا البولي لاين، اضغط يس، اقوم بتكرار نفس الامر عن طريق الضغط على انتر، اختار فريمز اوف، بعد ذلك اختار هذه الاجزاء وهذه الاجزاء وهنا كذلك هكذا وهنا كذلك، يعني الاجزاء الخاصه بالنافذه دون الوايب اوت. اتي لهنا كليك يمين دراو اوردر، اختار برينج تو فرونت، الان ظهرت لنا هذه النافذه. بعد ذلك نقوم بتحويلها الى بلوك، اقوم بادخال الامر ب انتر، ومن هنا اقوم بتسميتها مثلا ويندو، اختار البيك بوينت او البيس بوينت، هذه هي البيس بوينت والتي تعتبر كانسرشن بوينت، كذلك اختار سيلكت اوبجكت، اختار جميع مكونات النافذه بما في ذلك الوايب اوت، اضغط انتر على اوكي. الان اقوم بتجريبها، اقوم بعمل مالتي لاين انتر، اختار من هنا اسكيل، سمك الجدار هو 0.2، اضغط انتر واقوم بسحبها من هنا الى هنا، اقوم بعمل انسرت من هنا، تلاحظون هذه هي النافذه، اضغط على اوكي واقوم بوضعها هنا، تلاحظون تم وضعها في مكانها، لكن الآن لا يظهر أي فائدة من هذا الوايب أوت. سأقوم بحذف النافذة وأقوم بعمل تهشير له، سأقوم بغلق هذه الجدران أو هذا الجدار من هنا إلى هنا وأقوم بإعطائه تهشير، أقوم بعمل H من الكوماند بار، أختار مثلا السوليد وأقوم بوضعه هنا، بعد ذلك أقوم بعمل إنسرت نفس النافذة اوكي واقوم بوضعها هنا. الان تلاحظون تم عمل فتحه بشكل اوتوماتيكي على هذا الجدار، يعني تم تغطيه التهشير بشكل صحيح. اوكي، بعد ذلك اقوم باعطائها مجموعه من الخصائص، اختار هذه النافذه، اضغط عليها مرتين او عن طريق الذهاب الى الكوماند بار، نقوم بادخال الامر تالي ب ايديت انتر، ومن هنا اختار ويندو، يعني تسميه البلوك الذي قمنا بانشائه الان، اضغط على اوكي، ينقلنا مباشرة إلى البلوك إديتور. أول خطوة نقوم بها هي إعطائها البارامتر الخاص باللينيور، آتي إلى بارامترز، أختار لينيور من هنا إلى هنا، يعني عرض النافذة. تلاحظون لدينا هنا قبضتين أو مقبضين، يعني لدينا الجريب رقم 1 والجريب رقم 2. سأقوم بتفعيل جريب 1 فقط، اختار هذا البارامتر ديستانس رقم 1، اقوم بادخال الامر ام او انتر، ومن هنا اقوم بسحب هذا الشريط الى الاسفل، من هنا نمبر اوف جريبس اختار 1 فقط،
أقوم بغلق النافذة. تلاحظون تم الإبقاء على جريب واحد فقط. بعد ذلك أنتقل إلى Actions، أختار من هذا الأكشن، أختار Stretch، من Select Parameter نختار Distance، بعد ذلك نختار Point وهي هذه النقطة التي نقوم بعمل Stretch من خلالها. بعد ذلك نختار نافذة، هذه النافذة يجب أن تحوي على جميع العناصر التي يمكن أن نقوم بعمل Stretch لها. أولا نختار Wipe Out، هذا هو، ثم نختار هذا الخط، ثم نختار هذا الخط، يجب أن لا ننساه، كذلك هذا الخط وهذا الخط، هذا الخط وهذا الخط، هذا المربع هنا ثم هنا، أضغط End، نقوم بالتأكد، نأتي إلى Test Block، نأتي إلى هذه النافذة، أختار Block وأقوم بتكبيره من هذا السهم. تلاحظون أن النافذة تعمل بشكل صحيح، أختاره كذلك، أقوم بسحبه إلى هنا، تلاحظون تعمل بشكل صحيح. أتي إلى هنا Close، Close Test Block، بعد ذلك أقوم بإعطائها مجموعة من الخصائص. أتي إلى Parameters، مثلا أعطيها Parameter الخاص بالفليب، أتي إلى هنا Flip، يخبرنا بإدخال Base Point، يعني هنا سنختار محور افتراضي نقوم بعمل فليب من خلاله، يجب أن يكون منتصف هذه القطعة المستقيمة. للتأكد نأتي إلى هنا، نضغط على Shift كليك يمين ونختار هذا الخيار Mid Between Two Points، النقطة الأولى، النقطة الثانية هنا، ونقوم بسحبه إلى هنا، ولا ننسى تفعيل المود أرثوغون، أقوم بسحبه إلى هنا وأقوم بوضع الفليب ستيت رقم واحد هنا. الآن أختار هذا السهم وأقوم مثلا بسحبه إلى هنا في أي مكان هكذا، وأتي إلى Actions، أتي إلى Flip، أختار الباراميتر، هذا هو الباراميتر، ثم أختار العناصر، جميع هذه العناصر، Enter، Close Block Editor، Save. الآن أقوم بالتأكد من ذلك، أختاره، تلاحظون ظهور السهم هنا، أضغط عليه، تلاحظون تم عمل فليب لهذه النب، أختاره كذلك، تم عمل فليب، أقوم بالتأكد من هنا، أختاره من هنا، أضغط على هذا السهم، تلاحظون تم عمل فليب، فقط أضغط على RE، Enter، تلاحظون تم عمل فليب بشكل نجح، أختاره مجددا، أقوم بالتأكد من Stretch، أقوم بسحبه من هنا إلى هنا، كذلك RE، Enter، تلاحظون تم عمل Stretch، أختاره من هذا السهم، أضغط عليه، تلاحظون تم عمل فليب، RE، Enter، تلاحظون تم عمل فليب بشكل صحيح. الآن ننتقل إلى البارامتر الأخير وهو Alignment، أختار البلوك، أضغط عليه مرتين، من هنا Window، أوكي، أتي إلى Parameters، أختار Alignment، وأختار Base Point، هذه هي البيز بوينت، تكون نفسها الانسرشن بوينت، أضغط عليها وأختار الاتجاه، يكون مثلا إلى اليمين، كلوز، سيف، أختار النافذة، تلاحظون ظهور هذه العلامة التي قمنا بعملها ليت. الآن أتأكد من أن اللاينت يعمل بشكل صحيح، أقوم بعمل مالتي لاين، وأقوم بإلغاء تفعيل المود أورثوغونال، وأقوم بسحبه من هنا إلى هنا، بعد ذلك أقوم بعمل انسرشن لهذا البلوك. Insert، Enter، Window، أوكي، أقوم بوضعه هنا، تلاحظون تم عمل Align بشكل صحيح، أختاره كذلك، أقوم بعمل Stretch له، كذلك Flip، يعني جميع هذه الخصائص تعمل بشكل ناجح، أضغط على RE، Regenerate، كذلك يمكننا إعطاء لون لهذه النافذة مثل برنامج الأرشيكاد، أختار هذه النافذة، أضغط مرتين عليها، أوكي، وأختار هذه العناصر من هنا إلى هنا، أتي إلى Home Properties، أعطي هذا اللون يشبه اللون الذي نجده في حالته الديفولت على برنامج الأرشيكاد، Close، Save، تلاحظون هذه هي النتيجة، RE، هنا كذلك، أختار النافذة، تصغيرها، فليب. باختصار هو الدرس،
لا تبخلوا علينا بدعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.